الظروف اللي حصلت في البلد الاربع سنين اللي فاتت دي طبعا. لا بس انا بتكلم على من 2003 لغايه 2007، ده دي كانت المفروض ان انت يعني تستغل الشعبيه الكبيره اللي كانت حاصله في الفتره اللي انت كنت بتغني فيها. طبعا اغنيه عاشق بحبه واغنيه زي غيرها كانوا مكسرين الدنيا على الاذاعات المصريه، وكانت يعني حاجه ما اتسبقتش. يعني انا ما شفتش حد طلع، كانت اول برنامج اكتشاف مواهب، وطبعا انطلاقه قويه جدا كان اي حد المفروض انه يستغلها. فليه بقى اللي حصل ده؟ يعني هل انت شايف ان ده اخر شويه في مكانك دلوقتي وسط نجوم؟ والله بص، انا من الناس المؤمن جدا بالقضاء والقدر رقم واحد في حياتي. دايما دي من ضمن حساباتي او من اساسيات حساباتي، القضاء والقدر والرزق، بؤمن بالحاجات دي قوي. فلو انت جبتها لي كده وجبتها لي كده وجبتها لي كده، في الاخر انا هوصل نفسيا لانه هي لأن دي نصيبي. كده كان المفروض النهارده هكون قاعد معاك وانا في الحته دي في المستوى ده من النجاح او من النجوميه. لكن طبعا خدوا بالاسباب. طبعا سبب كبير جدا ان انا مش في المكان اللي انت كنت متخيله او ان في ناس كانت متخيلاه، التاخر طبعا وعدم التواجد. طبعا عدم التواجد ده كان بسبب ابتعادي، وابتعادي كان بسبب اختلاف، فكانت كلها عوامل مترتبه على بعضها. انا كنت عايز اشتغل بشكل معين، زي ما انا اشتغلت بزي غيرها وعاشق بحب، ده كان الشكل اللي انا كنت عايز اشتغل بيه طول عمري. طبعا الاغنيه زي غيرها وعاشق بحب انت بتقول نجحوا قوي، وبرامج اكتشاف المواهب مفيش حد في برامج اكتشاف المواهب لحد النهارده من 2003 لحد النهارده ظهر باغانيه. حتى البرامج اللي الهاي بادجت قوي دلوقتي زي ذا فويس وعرب ايدل واكس فاكتور والبرامج دي، هنتكلم في الموضوع ده، ما حدش ظهر باغانيه. يعني اصوات حلوه ظهرت، تمام حلو كل حاجه، بس انك تظهر باغنيتك ده حاله فريده، وده كان توفيق من عند ربنا. طيب اغنيه عاشق بحب طبعا انا بحبها جدا، واغنيه زي غيرها، فعايزين بقى نفكر الجمهور كده بالاغنيه الجميله دي، اغنيه عاشق بحب. عايز نغني عاشق بحب؟ يلا تهريني النهارده هنا حبيبي. طبعا لازم نستغلك بقى. طب ماشي حبيبي، كل سنه وانت طيب، واغنيه حلوه مناسبه ليوم شم النسيم طبعا. اهداء مني لكل الجمهور دريم، ان احنا نغني لهم عاشق بحب. احساس باجمل معنى فعلك هزني، نساني روحي ودنيا قبلك عشتها، ولقيت في حبك شوق حنان وشدني، كان احلى حاجه في عمري قلبي حساها. احساس باجمل معنى فعلك هزني، نساني روحي ودنيا قبلك عشتها، ولقيت في حبك شوق حنان وشدني، كان احلى حاجه في عمري قلبي حسها. عاشق بحب بكل لحظه في كل نظره عليا بتقولها لعينيك، يتهجى قلبي معاني حبك، بحبك، بموت من شوقي ليك. عاشق بحب بكل لحظه في كل نظره عليا بتقولها لعينيك، يتهجى قلبي معاني حبك، بحبك، بموت من شوقي ليك. انت اللي بيك عرفتني نفسي ودنيتي، وانت امان روحي وحنانها وعشقها، برسم بضيع عينك ملامح ضحكتي، واحضن معاك فرحه في حياتي ما شفتها. بجد بجد يعني احساس قوي جدا، وانت كمان بتليق جدا في الاغاني الرومانسيه جدا. الله يخليك. انا اصلا رومانسي. ما لسه هسالك السؤال ده قدام شويه.
بس عايز بقى نقف عند مرحلة ألبوم معاه قلبي اللي كان مع شركة جود نيوز زي ما انت قلت لي. واللي صورت منه أغنية عندي أمل فيك. عندي أمل فيك. كلمني بقى عن المرحلة دي في حياتك وليه ما كملتش مع جود نيوز؟ لان الوعود اللي هما وعدوني بيها اغلبها ما اتحققتش فما اتفقناش سوا، بس هما ناس محترمين انا بحبهم جدا وما زلت لحد النهارده علاقه صداقه بيهم واعتز بهذه الصداقه. حتى لما جينا اختلفنا في شكل الشغل افترقنا عن بعض بمنتهى الشياكه. الاختلاف كان عن ايه بقى؟ عن شكل الالبوم او عدد الكليبات ولا عدد الكليبس؟ طبعا مدة نزول الألبوم بتاعي في السوق كان بياخد، بدل ما ياخد سنة كان بياخد سنتين وسنتين ونص. بدل ما أعمل كليبين ثلاثة بعمل كليب واحد في السنة أو في سنتين. طبعا أنا كنت مش ده اتفقنا عليه. بس فقلت يعني ما اتبسطتش يعني. حسيت يعني إن أنا مش واخد حقي يعني فما اتبسطتش. مضيت بقى الشركة المرة يعني الفترة اللي فاتت مضيت مع شركة مزيكا مع طبعا صانع النجوم الأستاذ محسن جابر. كلمني عن التعاون ده جه ازاي وفترة طبعا كنت متوقف. هقول لك انا حاجة. بص أستاذ محسن جابر من زمان، من أول ما طلعت في ستار ميكر على فكرة، وهو كان من ضمن أعضاء لجنة التحكيم واللي كان سبورت جدا ليا وكان مؤمن جدا بموهبة اللي أنا بقدمها. وانا بالنسبه لي الاستاذ محسن جابر هرم في صناعه الموسيقى العالميه. يعني في ناس وصلوا للعالميه، نجوم كبار وصلوا للعالميه من خلال شركه مزيكا ومن خلال نجاحات شركه مزيكا وعالم الفن. فانا كنت همضي معاه زمان قبل جود نيوز وما حصلش، ما اعرفش مش فاكر ايه التفاصيل ايه، فما حصلش. كان مكتوب لي ساعتها ان انا همضي مع جود نيوز وفعلا ده اللي حصل. فلما خلصت عقدي مع جود نيوز كنت انا في امريكا من سنه كده بالظبط، كنت قاعد هناك حوالي 3 4 شهور وصورت كليب عندي فيكي. ولما جيت قعدت مع الاستاذ محسن ومع محمد محسن جابر ومع الاستاذ هشام الجزار وفرجتهم على الكليب وقلت لهم انا عايز امضي معاكم. قالوا لي تمام احنا كمان موافقين يلا بينا توكلنا على الله. وهم عندهم بيعرفوا حالة عندهم حالة يصنعوا النجم طبعا بشكل يصنعوا النجم طبعا عندهم حالة بقى بترضيني انا جدا يعني شخصيا وفنيا. ان هم ما دام جابوا فلان الفلاني مؤمنين بفنه بيسيبوه يشتغل. يعني مش بيتدخلوا في حاجات خالص. كتير واذا اتدخلوا بيكون تدخل ايجابي في صالح العمل. فده دي حاجة من الحاجات اللي بسطاني جدا في العمل، لان انا بشتغل، انا من الناس اللي بعمل اغاني بعملها من قلبي. كانت اغنية فيها بهجة فيها حزن، أغنية شجن، أي أغنية بعملها أنا حاسس بعمل إيه. فهم مدين لي الصلاحية دي جدا وأنا سعيد جدا بهذه الصلاحية ويا رب أكون أدى هذه الثقة إن شاء الله. يعني إيه الخطة بقى اللي أنت وضعتها مع أستاذ محسن جابر علشان الألبوم الجديد؟ مفيش خطة ولا حاجة، إحنا اتفقنا اتفاقية بتبقى عبارة عن عقد اتفاق. يعني اتفقنا نعمل كليبين ثلاثة من الألبوم وألبوم 10 11 12 أغنية تكون بأشكال متنوعة، وأنا حابب إن أنا أعمل الأشكال اللي أنا حابب أعملها. كنت محصور قبل كده في دور الحكومات في شكل معين من المزيكا الرومانسية وكده. دي مش شخصيتي خالص على فكرة، ولا شخصيتي الـ 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 الخاصة يعني، ولا حتى شخصيتي الفنية. أنا بحب أغني كل حاجة. ما أنا كنت لسه هسألك أقول لك أنت رومانسي في حياتك الطبيعية. أنا إنسان طبيعي جدا. مش الشخصية الحالمة اللي هي على طول هادي اللي بيتكلم بالتون معين، لا أنا شخصية عادية جدا بتنرفز عادي جدا وجوايا فن بيطلع، جوايا اي حاجه تانية مش كويسه بتطلع. شخص انسان عادي جدا، مش رومانسي بالشكل اللي هو المعصوم يعني خالص. ده عكس انسان طبيعي جدا، وانا واقعي ومنطقي اكتر من رومانسي. انا يمكن بحس رومانسيه اكتر في الافلام في الاغاني وانا بغني. وانا بشوف فيلم بتاثر جدا، يعني ممكن اشوف مشهد في فيلم اعيط فيه فعلا يوصلني. طيب الالبوم كان المفروض انه ينزل في شم النسيم، يعني زي دلوقتي كده. ايه سبب بقى تاخيره لعيد الاضحى، لعيد الفطر القادم؟ مش سبب تاخير، واحنا احنا بقى بقول لك ما كملناش سنه شغال في الالبوم. فهو زمن حلو قوي ان انت سنه في البوم 12 اغنيه عشان تعرف تصور ايه وتعمل الشكل بتاعك اللي انت اللوك اللي عايز تطلع بيه. ده كله بيحتاج وقت. توزيع الاغاني انا شغال 90% من توزيعات الالبوم مع الموزع احمد عبد السلام.
تحيه لاحمد عبد السلام وتحيه للشاعر هاني صارو كاتب لي اكتر من 3 4 اغاني في الالبوم. واحنا عاملين مع بعض ورشه عمل، حتى لو الاغاني مش هاني اللي كاتبها مثلا بنقعد ناخد رايه فيها. عاملين ورشه عمل عند احمد في الاستوديو واحمد ملحن لي برده 3 4 اغاني وبنختار سوا الشكل العام للالبوم، وهو برده عنده شغل مع النجوم تاني كتير فبيبقى بنتعطل كتير بسبب الشغل مش بسبب ان احنا بنلعب او بنهيص او اي حاجه تانيه. يعني هو الموضوع كله في الشغل، بيبقى عنده شغل تاني وانا ببقى مسافر بره مثلا فبيتعطل الشغل. طب هتسمعنا ايه بقى تاني؟ انا كنت عايزك تغني لنا عندي امل فيكي. ايه الاخر؟ والله تمام اللي انت عايزه. اوكي غنيها من هنا قاعدين بقى. جميلة قوي يا أستاذ بجد، كل أغنية في أغانيك يعني بتهدى تهدى وتطلع. الأغنية دي كانت أول تعامل بيني وبين حسن الشافعي. كان لسه حسن طبعا بنوجه له تحية دلوقتي لو بيتفرج علينا. حسن صديق عزيز عليا جدا ودي أول أغنية اشتغلتها معاه، وكان عامل لي هو حوالي 7 أغاني في الألبوم أو 8. دي أول أغنية اشتغلتها معاه، رحت قعدت معاه ولقيت شخصية ظريفة جدا جدا ودمه خفيف جدا وفنان جدا. اتصلت باحمد دوسيه قلت له بص حسن ده جامد جدا، عايز اعمل معاه اغاني كتير يعني. سمعت له مقاسيم ودرامات وهاوس ومش عارف ايه، كان راجل. فكملت معاه حوالي 7-8 اغاني من الالبوم يعني. عملت بعدها كذا سنجل، تمام؟ بعد اغنيه، بعد البوم معاه قلبي عملت كذا سنجل، وبعدين السناجل دي فيهم اخر اغنيه اللي هي قبل انضمامك لشركة مزيكا، وبعدين عرضتها على الأستاذ محسن جابر. وهتبقى إن شاء الله في الألبوم الجديد. صورت الكليب في أمريكا. إيه سبب الموضوع ده؟ والله هو جه بالصدفة بصراحة. أنا كنت كان عندي حفلة رأس السنة هناك في أمريكا، وكان عندي حفلة 7 يناير، وكان عندي حفلة فالنتاين هناك. فقعدت طول الفترة دي هناك أنا. فأنا قاعد هناك واحد صاحبي كان أول مرة أروح أمريكا ساعتها، ف قلت له الواحد لو صور كليب بالموبايل هنا باللوكيشن دي هيطلع الموضوع حلو قوي. هناك. فقال لي طب سيبني انا هجيب لك حد يصور لك ويعمل لك ونشوف لك البادجت كام والحكايه والروايه. قلت له يلا بينا نتوكل على الله ندوس. بس انا بقى كنت عايش في نيويورك، رحت صورت في هوليوود بقى. اختلاف تام بقى يعني، اختلاف في الطبيعه وفي الشكل وفي المضمون وفي المناخ وفي الاماكن اللي صورت فيها. انا كان نفسي اصور في ثلج اكتر يعني، بس كان الكرو كله كان موجود في هوليوود اكتر. فروحت هناك، سافرت وقعدت هناك حوالي 5-6 ايام.
صورت في يومين وجيت منتجت هنا مع يونس. تحيه ليونس. تحيه طبعا للبرنامج حبيبي وبحبه جدا وان شاء الله في تعاون في الالبوم برده معاه اخراج ان شاء الله. ان شاء الله. والاغنيه دي انا سمعتها كانت لحن الشريف بدر وكلام طارق فيصل وتوزيع احمد عبد السلام. وسمعتها كانوا بيسمعوني اغاني كتير جدا الملحن والشاعر، فقلت لهم الاغنيه دي انا عايز اخدها، خدتها في ساعتها فعلا. وكنت سامع التوزيع عند احمد. بصراحه احمد اضاف الاغنيه كتير جدا على طول، نفذتها وغنيتها على طول. وبعد الاغنيه دي قررت ان انا اعمل 90 يعني الالبوم كله مع احمد، لانه فنان قوي وعنده افكار، ولما بيقعد يشتغل بيشتغل بروح، واحنا في بيننا روح عمل حلوه جدا. يا رب ده يظهر للناس في الالبوم ان شاء الله. تحيه مني برضو لاحمد عبد السلام، تحيه لكل الناس اللي اشتغلوا معايا، كل الناس اشتغلوا معايا في الالبوم، ملحنين وشعراء وموزعين كلهم ومزيكاتيه وكل الناس فنانين، وكلهم بنرسل لهم تحيه من خلال برنامجنا. بس ايه رايك بقى نروح نشوف الكليب؟ اتفضل يلا يلا نروح نشوف الكليب. أنا كل نظرة وكل كلمة وكل ذكرى وكل معنى، أنا كنت نعمة وانت ما فهمتيش. هتعيشي بعدي دموع في بعدي، ومش هقضي حياتي واحدة، أنا أصل عندي وعندي فيكي هعيش. حساب رجع خلاص، اكتب الاحساس هبقى زي الناس، ما صدقش في عيون دمعك، مفيش وقت تاني ضيع، هدوس وهبيع ومش هعمل حساب رجع. كتير عليك خسارة فيك، زعل عليك، أنا شفت فيك الكذب إيه معناه. بعدك هغير نفسي وأكسر يبسي وأقدر، كان أدور عاللي تقدر تبالي حياة. كليب جميل جدا وبجد الشغل فيه رائع، وتحس كده ان هو يعني السهل الممتنع كده، اللي هو الحاجات البسيطه وفي نفس الوقت شكله شيك. الله يخليك، تسلم. والله انا فعلا انا بحب دايما اعمل حاجه السهل الممتنع، دايما ميال اكتر للموضوع. هل انت بقى في الالبوم الجديد ده هنشوفك بشكل جديد؟ ايه انواع الاغاني اللي غنيتها؟ هاوس ولا دراما ولا يعني؟ والله بص عايز اقول لك على حاجه، انا بتشغلني قوي الاغنيه الكاتشي اللي هي اللي فيها حاجه تخطف، فبقعد اسمع اغاني من كل مصر لحد ما الاقي اغنيه فيها تيمه او كلمه متلحنه تخطفني. فهتلاقي الالبوم بتاعي ان شاء الله العشر اول 12 اغنيه كلهم من اول كلمه بالنسبه لنا، يعني ربنا يكرم بها مع الناس، فيها حاجه بتشدني، فيها حاجه بتاخدني، حتى اسماء الاغاني كلها تبقى دايما اول كلمه في الاغنيه. يعني حوالي مثلا 70% من الالبوم او 80% من الالبوم اول كلمه في الاغنيه هي اسم الاغنيه. غنيت بلهجة مختلفة مثلا لبناني خليجي؟ والله أنا بحب أغني بجميع اللهجات بصراحة، لكن أنا غنيت المرة دي باللهجة الخليجي بس، اللهجة البيضة اللي الناس كلها تفهمها، وبتمنى الناس يعني
تصيب معايا العمليه لان انا بحب الفن الخليجي جدا. طيب هنسمع منك حاجه خليجي بقى، بس ايه هخرج لفاصل سريع ونرجع نكمل معاك وحوارنا مع النجم إيساف والنسخه الخليجيه من إيساف. خليكم معايا بدقني دي